السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات Empower Your Career. معاكم سهر محمد هشام، والنهاردة هنتكلم على موضوع بيهمنا كلنا، موضوع الشغل. بصراحة كده كام مرة حد قابلك وقالك ما تخشش صيدلة عشان ملهاش مستقبل، وكام مرة بينك وبين نفسك قلت مجالات صيدلة محدودة وأنا مش لاقي نفسي في ولا مجال من دول، كام مرة بعد ما دخلت صيدلة قلت الشغل روتين، مرتبات قليلة وانا مش مبسوط ابدا وعايزه اعمل كارير شيفت. في الفيديو ده هنعرفك ازاي تكون صيدلي بره الصندوق. ويعني ايه صيدلي بره الصندوق؟ يعني هنفتح معاك مجالات كتير جدا انت كصيدلي تقدر ان انت تشتغلها وكمان تكون مبدع. الفيديو ده موجه لكل صيدلي متخرج، كل صيدلي لسه في كليه صيدله، اي حد بيفكر ان هو يدخل مجال الصيدله او يدخل كليه صيدله. الاول عايزه اطمنك واقولك ان مجال صيدله مجال واسع جدا، في شغلانات كتيره جدا وفي مجالات كتيره قوي. بعد ما هتخلص الفيديو ده هتكون عارف ايه المجالات المتاحه قدامك علشان تقدر تشوف انت محتاج تدخل ايه ومحتاج تكمل دراسه في ايه او تنمي مهاراتك في ايه. قبل ما نتعرف على المجالات اللي متاحه ليك كصيدلي ان انت تشتغل فيها، محتاجين ان احنا نقول لك ان المجالات المعروفه اللي كل الصيادله بيتوجهوا ليها هو يا اما ان انت تفتح صيدليه وتكون صيدلي مجتمع، يا اما تشتغل جوه مستشفى تشتغل كصيدلي صرف او تشتغل كلينيكال او تشتغل في شركات الادويه كميديكال راب او مندوب المبيعات او تشتغل جوه المصنع او تفتح تراجي انفورميشن سنتر. عايزين بقى نفكر في جوبس تكون خارج الصندوق. احنا هنعمل لك سرد سريع على كل الشغلانات او كل الجوبس اللي انت ممكن تشتغلها، وهنتكلم على كل جوب انت ممكن تعمل فيها ايه. تعالوا بقى دلوقتي نشوف ايه هي الجوبز اللي ممكن تشتغلها غير الجوبز اللي احنا الترديشنال اللي احنا متعودين عليه. ممكن تشتغل كميديكال ادفايزر، ممكن تشتغل كفارماكو فيجيلانس اوفيسر او دراج سيفتي اوفيسر، ممكن تشتغل في ريجيلاتري افيرز او في الميديكال افيرز، ممكن تشتغل في ككواليتي كنترول كواليتي اشورنس او ريسيرش اند ديفلوبمنت او ار ان دي زي شركات كوكاكولا ويونيليفر. ممكن تشتغل في حاجه اسمها بيشنت سبورت بروجرام بي اس بي، وممكن تشتغل حاجه اسمها بيشنت ايديوكيتور، ممكن تشتغل حاجه اسمها ام اس ال، ممكن تشتغل حاجه اسمها اف ام ال، وممكن تشتغل في الكلينيكال ريسيرش اورجانيزيشنز، ممكن تشتغل في شركات الانشورنس، وممكن تشتغل في الهيلث ايكونومكس. ودي اكزامبلز لناس صيادله اشتغلوا ميديكال ادفايزر، كلينيكال ريسيرش اسوشيت، فارماكو فيجيلانس سبيشالست، ريجيلاتري افيرز وام اس ال. هنتكلم على اول جوب عندنا وهي الميديكال ادفايزر. الميديكال ادفايزر ده صيدلي بيبقى مسؤول عن تحضير كل الداتا العلميه اللي تخص دواء معين بتاع شركة عالمية أو حتى محلية عايزة تعمل حملة دعائية للدواء بتاعها أو advertising campaign، وهو باختصار هو اللي بيجمع كل الداتا اللي في صالح الدواء ده، إيه اللي بيميزه عن إيه الأدوية التانية، علشان الميديكال راب وهو رايح للدكتور يقدر يقنعه بالدواء بناء عن دراسات وأسس علمية. الميديكال ادفايزر ممكن يشتغل في مكانين، ممكن يشتغل جوه الشركة نفسها جوه الفارماسيوتيكال كومباني، وساعتها هو بيبقى مسؤول عن ان هو يتأكد من صحة كل الداتا اللي عنده اللي هتنزل في البوشورز والبانرز وانها تكون موافقة لمعايير وزارة الصحة. اما الميديكال ادفايزر اللي بيشتغل في السابرت ادفرتايزنج كومباني ده بيبقى مسؤول على ان هو اللي يطلع الانفورميشن ويكونتكت مع البرودكت مانجر علشان يتوافقوا مع بعض على السلوجن او شعار الدواء او شعار الشركة. هنتكلم بقى دلوقتي على جوب نمبر 2 وهي الفارماكو فيجيلانس اوفيسر او الدراج سيفتي اوفيسر، وده صيدلي عادي زي وزيك بس قرر ان هو يطلع بره الصندوق ويشتغل الشغلانه دي. الفارماكو فيجيلانس اوفيسر مسؤول عن هو يراقب اي اعراض جانبيه هتحصل للدواء ويعمل لها دوكيومنتيشن. هنيجي بقى للجوب نمبر 3 وهي اسمها بيشنت سبورت بروجرام. البيشنت سبورت بروجرام او البي اس بي دي واحده من البروجرامز اللي بتعملها شركات الادويه الكبيره علشان كنوع من انواع الادفيرتايزنج وكمان سبورت للبيشنت. عاده البيشنت سبورت بروجرامز دي بتكون للادويه اللي هي ليها هاي توكسيسيتي او محتاجه سبيشال ادمنستريشن او بتعمل ادفيرس ايفنتس كتيره
وشركات الأدوية بتقدم الخدمة دي للبيشنتس علشان تعملهم سبورت وكمان تزود الثقة عند الدكتورز. يكون في صيدلي هو اللي بيعمل السبورت ده بأن هو بيعمل دوكيومنتيشن لأي أدفرس إيفنتس أو أي كومبلين للبيشنت، بيبقى هو المسؤول عن أن هو يكونتكت البيشنت في للمكان المفروض أن هو ياخد فيه الدراج لو محتاج سبيشال أدمنستريشن. كمان مسؤول على أن هو يعمل ريبورتنج لأي أدفرس إيفنت. بيشنت إديوكيتد، وهو ده صيدلي مسؤول عن هو يعلم المريض مثلا ازاي يستخدم ادويه الانسولين بتاعته في حالات السكر، ازاي يستخدم اجهزه السكر وحاجات تانية كتير جدا المريض بيبقى محتاج ان هو يعرفها عشان يقدر يتعايش ويفهم المرض المزمن اللي عنده. البيشنت اديوكيترز بيقابلوا المرضى التارجت بتاعهم في عيادات الاطباء مثلا في سلاسل صيدليات. الجوب اللي بعد كده هي ميديكال افيرز او ريجولاتوري افيرز، وده بيبقى صيدلي مسؤول عن كل الدوكيومنتس اللي المفروض الوزاره محتاجاها من الشركه. كمان بيبقى مسؤول على ان هو يحط الانفورميشنز او يشارك في حط الانفورميشنز للدراج ليفلت. وهنتكلم بقى على التو جوبز اللي جايين، وان هنا الصيدلي ما بيشتغلش في مجال الدراجز خالص، بيشتغل في شركات اسمها FMCG او الفاست موفينج كونسيومر جود. والفاست موفينج كونسيومر جود دي شركات زي كوكاكولا ويونيليفر وزي شركات الفود اندستري، ودي مفروض شركات بتطلع البرودكت فيري هاي كواليتي، فالصيدلي بيبقى مسؤول عن الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس في الشركات دي وان هم يطلع المنتج بفيري هاي كواليتي. كمان ممكن يبقى مسؤول عن الار ان دي او ريسيرش اند ديفلوبمنت، ودي القسم اللي مسؤول عن تطوير البرودكتس في الشركات دي. نيجي للجوب اللي بعد كده، ودي اسمها الام اس ال او ميديكال ساينتفك ليازن. ده فارماسيست بيكون موجود جوه فارماسيتيكال كومباني، وده بيكون على درجه كبيره من الساينتفك ليفل، وهو اللي بيبقى مسؤول على ان هو يعمل اجتماع او ادفايزري بورد ويعمل كونفرنسز مع الكي او الز. مين هما الكي او الز دول؟ الكي اوبينيون ليدرز او الدكاتره اللي بيبقوا متحكمين في سوق الدواء او في ديزيز معين. لما سال بيجتمع بيهم وبيعرض عليهم اي داتا ساينتفك داتا جديده الشركه قامت بيها او اي ريسيرش الشركه قامت بيه، وبيستنى تعليقاتهم والريكومنديشنز بتاعتهم، وكمان بيبتدوا ان هم يحددوا ايه الماركت جاب او ايه النكست ستيب اللي المفروض الشركه انها تقوم بيها. نيجي بقى للجوب اللي بعد كده، وهي الجوب دي اسمها FML او فرانشايز ميديكال ليد. والFML دي بتكون ترقيه للMSL، والFML ده وظيفته ان هو يحط الخطط بناء على الريكومنديشن اللي اتجمعت من الMSL، ويحط الريكومنديشنز والاستراتيجيك بلانز اللي بعد كده هتكون هي دي الفيرست ستيب في الدراسات اللي هتقوم بيها الشركه. بعد كده هنتكلم على الميديكال ترانسليتر از جوب. الميديكال ترانسليتر هو الشخص المسؤول عن الترجمه الطبيه، بيترجم ملفات ابحاث علميه، ممكن الملفات دي تتحط على ويب سايتس، ممكن تتحط كدايلوجز لميديكال موفيز. وده ممكن كمان الميزه فيه وممكن يشتغل فريلانسر بجانب شغله الاساسي. الحقيقه ان الجوب اللي بعد كده هي مجموعه من الجوبز جوه شركات التامين او الانشورنس كومباني. من اشهر شركات التامين اللي موجوده بوبا واكسا ودرايم. شركات التامين بتعين كاستمر سيرفيسز، ودول الفارماسيست او يعني الجوب ديسكريبشن بتاعتهم ان هم بيتعاملوا مع كانديديتس او الناس اللي متوجهه لشركات التامين، وبيكون هم الفيرست لاين. كمان ممكن الصيدلي يشتغل جوه شركات التامين ككليم اسيسر. الكليم اسيسر ده بيبقى صيدلي مسؤول ان هو يعمل اسسمنت لاي حد جاي شركات التأمين أو لأي كانديديت، وبيعمل أسسمنت للميديكال كونديشنز بتاعته، وبيشوف إذا كان هو فيت للريكويرمنت بتاعت الشركة ولا لأ، وعلى أساس ده بيديله أبروفل. ممكن كمان يشتغل كميديكال كودر أو يشتغل في التكويد الطبي. والحقيقة إن المجال ده مجال جديد ومجال إيمرجنج، وناس كتير جدا هتتوجه ليه، وممكن كمان ناس كتير تشتغل فيه فريلانسر. هنتكلم بعد كده على كلينيكال ريسيرش اورجانيزيشن او CRO. حقيقة الصيدلي ممكن يشتغل في الاورجانيزيشنز دي في كذا مكان. طبعا شركات الادويه هي اللي بتروح للكلينيكال ريسيرش اورجانيزيشنز وبتخليها تعمل لها الاستدي، علشان طبعا لو الشركات نفسها شركات الادويه قامت بالاستدي دي
النتائج بتاعتها هتكون بايظ، لانه طبيعي انها هتكون منحازه للبرودكت او للسيرفيس اللي هي بتقدمها. طيب كلينيك ريسيرش اورجانيزيشن، الصيدلي ممكن يشتغل كسي ار اي او كلينيك ريسيرش اسيستنت، ودي اول ستيب الصيدلي بيكون فيها في الشركات دي، وممكن لو اترقى بعد كده بيبقى كلينيكال ريسيرش اسوشيت. طبعا عشان يترقى ويبقى كلينيكال ريسيرش اسوشيت محتاج ان هو يعمل فيردر ستوديز. طبعا الكلينيكال ريسيرش اسيستنت او اسوشيت بيحددوا مكان الترايل، بيحددوا البيشنتس، بيعملوا الانفورمد كونسنت، بيحددوا الاستدي ديزاين، و مسؤولين عن الامبلمنتيشن للترايل. بعد ما الترايل بتخلص بتروح للبايوستاتيشن او الشخص اللي مسؤول عن الاحصاء، وده برضو بيكون صيدلي، وبياخد الريزلتس دي وبيترجمها لجرافس وتشارتس علشان تبقى الريزلتس تبقى مور فيجوالايزد. بعد كده بعد ما الترايل بتبقى خلصت والبايوستاتيستكس بتاعتها اتعملت، بيبتدي انها برضو تروح لشخص تاني مسؤول عن الميديكال رايتنج او مسؤول عن الساينتيفيك رايتنج او كتابه البيبر او كتابه البحث. ده هنتكلم بعد كده على الهيلث ايكونومكس او الفارماكو ايكونومكس، وان الصيدلي يشتغل في اقتصاديات الدواء او اقتصاديات الصحه. وطبعا كلنا عارفين ان في امراض انتشرت في الاونه الاخيره، من ضمنها طبعا الكورونا، عملت كوست بيردن عنيف جدا على مصر والعالم كله. الادويه فيها شورتج للكورونا وغير الكورونا، وبالتالي اصبح ان احنا لازم نعمل كوست افكتيفنس اناليسيس وكوست مينيمايزيشن، ونحط الكوست من ضمن الحاجات المهمه اللي ناخد بالنا منها. فبالتالي بقى لازم ان صيادله كتير وهيلث كير بروفايدرز كتير يشتغلوا في الهيلث ايكونومكس او الفارماكو ايكونومكس. كده احنا حاولنا ان احنا نفتح قدامكم جوبز في اماكن مختلفه. استنونا في الفيديو بارت 2 من السلسله فيديوهات الجوبز، وهنتكلم فيها على الريكويرمنتس اللي حضرتك محتاجها علشان تقدر تعمل فيت للشغلانه اللي انت ان شاء الله تبقى اخترتها. ولو عندكم اي اسئله او اي استفسارات ممكن نطلع كيو ان اي لايف نجاوب لكم على كل الاسئله، او اكتبوا لنا في الكومنتس. وجي دلوقتي ميعاد الكوت بتاعتنا. كوت النهارده قالها جوردن هانكلي، وده كاتب ديني امريكي، قال: Go forward in life with a twinkle in your eyes, a smile on your face, but a great purpose in heart. اسعى، اسعى للأمام في حياتك، ولازم تبقى عينك كلها إشراقة، ولازم يكون في ابتسامة على وجهك، ويكون في هدف كبير في قلبك. لازم تسعى، لازم تسعى للأمام في أي حاجة أنت فيها، علشان لكل مجتهد النصيب، وربنا أكيد هيوفقك وهيوصلك للي أنت عايزه، آجلا أم عاجلا. وبكده الكود بتاعتنا خلصت، واستناكم فيديو جديد من فيديوهات Empower Your Career. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.